في إطار ما يمكن أن نسميه الحراك اللاتيني. دول وشعوب أمريكا اللاتينية، بالمناسبة شعوب أمريكا اللاتينية دي شعوب عظيمة، وتاريخيا هي من الشعوب التي دائما ما كانت تعاني من، مش بقى الـ 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 الاضطهاد، لا، هو تغول العرق الأبيض. يعني العرق الأبيض لما بدأ عمليات الغزو العرقي بتاعته وتطهيره للأعراق من السكان الأصليين اللي كانوا عايشين في الأمريكتين، تعرف هم في البداية كريستوفر كولومبس لما جه فنزل الأول في الكاريبي، وبدأت بعد كده جحافل الجيوش من الأوروبيين تخش تقتل السكان الأصليين. ده تاريخ، يعني ما فيهوش انه احنا عايزين نصدق ده او مش عايزين نصدقه، ولا يا ترى هل ترى ده حقيقي ولا خيال. هو ده واقع وحقيقي. المصيبة السوداء ان العالم كله عارف ده. طب انا اسألك سؤال، هل الاوروبيين اعتذروا عن جرائمهم في امريكا اللاتينية مثلا، او في الكاريبي، او في امريكا الشمالية؟ لا، ما حصلش. هل كان في ثمة تراجع واحد عن اللي عملوه؟ أبدا ما حصلش. فالشعوب اللاتينية فاهمة يعني إيه معاناة كويس، وفاهمة يعني إيه تطهير عرقي، وفاهمة يعني إيه محاولات للإبادة. حتى إنه فيما بعد ذلك وفي عصور متقدمة، يعني في العصر الحديث، أصبحت الولايات المتحدة الأمريكية بتعتبر إنه أمريكا اللاتينية وكأنها ساحة أو باحة أو حديقة خلفية ليها، فتقرر أن تفعل بها ما تشاء، تقيم هذا النظام وتهدم هذا النظام، تقرر أن تمول هذا الانقلاب، وتقرر أن تطيح بهذا الزعيم إلى آخره. واللي بقوله لك ده حقيقي، بعيد عن أي أيديولوجية أنا مؤمن بيها أو مش مؤمن بيها، ده بعيد عن الأيديولوجيات تماما، بس ده برضو الواقع. الله، هنا لازم تقدر فعلا تتوقع أنه شعوب أمريكا اللاتينية، شعوب أمريكا الجنوبية، وبعض من أنظمتها وحكوماتها أكيد أكيد هيبقوا واقفين مع القضية الفلسطينية. فتلاقي أنه هناك دول زي بوليفيا وتشيلي زي ما كنت بقولك من شوية، وبعض الدول الأخرى أيضا أصبحت واخدة قرار، عملوا كده، قطعوا علاقاتهم الدبلوماسية مع الكيان الصهيوني المحتل. أنا أظن إن المرجعية الحقيقية هو تفاهم هذا القدر من المعاناة، وإنه دي دولة بتقوم بعملية إبادة وتطهير عرقي لشعب. السؤال بقى اللي أنا عايز أفهمه وأطرحه، يا ترى هل ترى ده هيؤثر ازاي على قضيتنا العربية ايجابا، يعني بالتأكيد هيؤثر ازاي على الكيان الصهيوني المحتل سلبيا ان شاء الله، اللهم امين. خلوني احاول افهم ده. ومحدثنا من رام الله الاستاذ مهند عبد الحميد، المحلل السياسي الفلسطيني البارز، اهلا بيك. أستاذ مهند، يعني بعد تحركات من بعض الدول واتخاذ قرارات بقطع العلاقات الدبلوماسية، ومنها زي ما أنا كنت بتكلم بوليفيا من جهة، تشيلي من جهة، وإنه نتمنى إنه يعني المزيد من مثل هذه التحركات أن تستمر، في رأيك أولا لماذا اتخذت هذه الدول هذه القرارات المهمة والشديدة، والتي قد يراها البعض أنها قرارات صعبة؟ ومن ناحية أخرى، ما هو تأثير مثل هذه القرارات؟ نعم، منذ 7 أكتوبر تم من بعض النظام، يعني الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي، أنا، أستراليا، هذه الدول تسيطر على النظام الدولي. أن إسرائيل تعرض تدافع عن الحضارة الإنسانية ضد الهمجية، و 7 أكتوبر وحتى هذه اللحظة كما تقول الأفعال الإسرائيلية على أرض قطاع غزة قد إشكالها. طيب سيد مهند، احنا
احنا هنحاول نعود الاتصال بيك مرة تانية لانه الاتصال غير واضح تقريبا على الاطلاق. هحاول الاتصال بيك معاه بحضرتك مرة تانية، اعتذر طبعا عن قطع الاتصال، وهنعاود الاتصال مرة تانية مع الاستاذ مهند عبد الحميد المحلل السياسي الفلسطيني، هنحاول الاتصال بيه من رام الله مرة تانية. بالمناسبة هو المواقف بتاعت الكثير من الدول في أمريكا اللاتينية على مدار عشرات السنين الماضية، كان هناك الكثير من الدول لها مواقف الحقيقة شديدة الشجاعة ومواقف مشرفة ومساندة للدول للقضية العربية. أقدر أقول لك أيضا أنه كان هناك مواقف كثيرة لدول إفريقية انتهجت مثل هذا النهج أيضا في يمكن سنوات طويلة سابقة، ما نقدرش ننكر على الإطلاق. وعلشان كده أنا بشوف أنه الشعوب المضطهدة هي الوحيدة القادرة على فهم معاناة الشعوب التي يقام باضطهادها أو محاولة تطهير عرقي تجاهها أو محاولة إبادتها بشكل عام. معانا مرة تانية على التليفون السيد مهند عبد الحميد المحلل السياسي الفلسطيني، يحدثنا من رام الله. أهلا بيك مرة تانية يا سيد مهند. أهلا وسهلا بيكم. الصوت الآن أكثر وضوحا، اتفضل. كنت أود القول بأن يعني منذ 7 أكتوبر تعاملت دول الغرب وتحديدا الرئيس بايدن والإدارة وإدارته مع أن إسرائيل تتعرض إلى هجوم، ووصف ذلك أن هناك يعني شر وخير، وضع الفلسطينيين في خانة الشر، وأن إسرائيل تدافع عن الحضارة الإنسانية ضد الهمجية. وبدأ العالم يرى ويشاهد عبر شاشات التلفزيون بالصوت وبالصورة أن أفعال إسرائيل على أرض قطاع غزة تقدم أبشع أشكال الهمجية، تطهير، حرب إبادة. حتى الآن تجاوز عدد الضحايا 10,000 والإصابات 23,000-24,000 ونصفهم تقريبا من الأطفال. هناك تدمير للبنية التحتية بما في ذلك السكن، البنايات، المستشفيات، المدارس، كل شيء تقريبا. يعني هذا هناك حرب إبادة. وأكبر دليل على ذلك أن مدير مكتب نيويورك للمفوضية السامية لحقوق الإنسان قدم استقالته، كريج ميخيبر اسمه، قدم استقالته من منصبه بسبب ما وصفه الإبادة الجماعية في قطاع غزة وبسبب فشل الأمم المتحدة في وقفها. طيب بتعتقد انه عمليات مش هقول لك المقاطعه، لكن عمليات او قرارات قطع العلاقات الدبلوماسيه من الممكن ان تكون اداه ضغط سياسي تسبب الم ما يؤدي الى شيء ما في تحريك الوضع الراهن؟ بالتاكيد. يعني اصبح العالم، يعني انقسم العالم واصبح يعني السواد الاعظم من شعوب العالم التي تحركت فعلا أمام ما يحصل من إبادة حقيقية في قطاع غزة، تحركت في مواجهة سياسة الغرب الذي يدافع ويدعم هذه العملية التي تستهدف شعب بأكمله. يعني 2,300,000 في قطاع غزة صحيح أصبحوا تحت رحمة الصواريخ والأسلحة الفتاكة. الاستقطاب، يعني الحركات الشعبية في الولايات المتحدة وفي أوروبا رغم المنع ورغم التضليل، أصبح هناك معركة في الشارع، وبدأ ميزان القوى يختل شعبية وفي إطار منظمات الحقوقية، منظمات حقوق الإنسان، الأكاديمية، في الجامعات، النقابات العمالية، وسط فنانين ومثقفين، بدأ يختل لمصلحة الشعب الفلسطيني اللي هو بيتعرض فعلا لتصفية لأكبر أنواع يعني أسوأ من نكبة، يعني ما يتعرض له الشعب الفلسطيني منذ 7 أكتوبر. هذا دفع دول من نوع بوليفيا، كولومبيا، تشيلي، الأردن أيضا سحبت صحيح السفير
وطلبت من السفير الإسرائيلي أن لا يأتي إلى عمان. وهناك يعني كما يقول رئيس الوزراء الفرنسي السابق دومينيك ديفيلبان، بيقول إنه يعني وجدنا أنفسنا محاصرين كغرب مع إسرائيل التي يواجهها معظم المجتمع الدولي، وقد وقعنا في فخ أخلاقي، والدليل هو الموقف من ما يحدث في قطاع غزة مقارنة بالموقف الغربي من ما حدث في أوكرانيا. القانون الدولي من وجهة نظرنا يعاقب روسيا لأنها لا تحترم القانون الدولي ولا القرارات الشرعية، مقابل 75 عام من عدم معاقبة احترام الشرعية والدفاع عنها، والتي كانت تدوس القرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي. يقول لن تتحرك الشرعية الدولية أبدا للصالح العربي دون وجود ضغط إما عربي زائد ضغط عالمي من وقت للتاني، أو بالأدق أن يكون الضغط مستمرا حتى مش من وقت للتاني. أنا بشكرك جدا سيد مهند عبد الحميد المحلل السياسي الفلسطيني محدثنا من رام الله. هنا النقطة واضحة جدا، المزيد والاستمرارية في الضغوط واتساع رقعة الضغط السياسي إذا صح التعبير.